شفت فين نضربه. تعال. طيب عبد الواحد، طيب سؤال للشباب كله، تمام؟ ابو عبد الله لباك، انت ذك طبخة الشباب سالم ونايف؟ لا. طيب هل انت راضي عن طبختك؟ جدا. هذا ابو طيب ابو حذرة ذك طبخة الشباب؟ نعم. عندي كلمتين. سم. هذا الرجال عاوني والله، يجعله من كل هم فرج من كل ضيق مفرج، ونعم من قبل الكلام ذا كله. ما عليك زوجي، وهو ينطبق عليه اللي يقول صديقي المحترم شكرا على الاحترام، انا معك محترم لانك معي محترم. يقول ترى الرفيق المحترم مثل العلاج، هذا دواء صحي وذا مثله دواء، خلى الرفيق اللي على حسب المزاج، ان غاب ولا انه حضر عندي سوق. الله يطول عمرك. يلا الله يجيك. متكشخين وخشي تروحون سجن. طيب عشان تصميم، عرفت؟ شكرا لك. طيب حتى ابو علي استغرب، اعطونا تحدي يعني. الله. يا الله. الله والله منظر جميل صراحه، صفقة. منظر جميل جميل زين. هذا بدل الكرسي اللي جابه ترى. اي بدل الكرسي. طيب طيب ابو حذرة وش تقول؟ الله يا سلطان. والله الصراحه انا جربت طبختهم، والله ما قصروا، والله يعطيهم العافيه، ابدعوا. ولكن والله طبختنا افضل. لا لا بدون بدون انا اقول ان فازوا الربع يستاهلون، وفزنا احنا بنستاهل، والدرب واحد. اخوي شوف، والله شوف الروح الرياضيه، الله شوف الابطال، شوف التنافس، شوف الروح الجميله، الله يعطيهم الف عافيه. ولكن في الاول والاخير احنا حسمنا الدرجات. صحيح. وقيمنا وجمعنا. بيض الله وجيكم. النظام اللي تخبر ان فازوا الشباب سالم ونايف، فكل واحد بيحصل على 600 نقطة. 600 نقطة، تمام؟ 600 اي صح 600. وان فاز عبد الواحد بيحصل على 1100. استاهل. وريان فايز في قلوبنا، وبيض الله وجهه. بيعطوني الجوال. والله تستاهل. نقاط ثلاث دقائق. والله تستاهل. طيب ولكن سلطان آل بريك، نبغى نسألك سؤال. كيف حالك يا سلطان؟ خير ان شاء الله. سلطان، في بعض الجمهور يقول رتم سلطان اليومين اللي راحت كانه شوي نازل، وش السبب؟ قهوتي اللي انكبت علي. ها؟ قهوتي اللي انكبت علي. متى؟ امس. يا رجال؟ ما ترى باس. قهوه حاره؟ ازلها يا طويل العمر عند الشيبان. ما ادري كيف جت القهوه يا طويل العمر انكبت علي. وانا جالس. ايه. انت شفت طويل العمر؟ ايه. احرقتني والله، وجلست انا ما قدرت، ما بيصيح عند الشيبان ولا ودي الطب. في الصباح الكلام ذا. ايه. اسحب سالم، اسحب صالح. ايش قوم؟ اسحب، تعال تعال سالم. سالم تعال حولي، اني ابغاك الله يجعلني. اسلم. انت شفت طويل العمر؟ خلوا الرجال يهرج الربع. اسلم يا ابوي. هذا والله اللي شوي يتعبني، لكن ابشرك ابشروا بالخير، ماني متغير. يا ربي. يا سلام. الله نعم. ابشرك اليوم طيب، يبشرون بالسعد اليوم انه يشفع حلودهم. جالك ما ترضى. وش الرسالة اللي توصلها ل انت يا ابو ثقل بعد حضور الدكتور؟ امورك ان شاء الله طيبه. اللهم لك الحمد. صح ولا لا؟ جدا. طيب هل في احد زعلك؟ ما عاد في احد. لا اللهم لك الحمد. الرادار ايش قالوا لك امس؟ رادار لف ودار، ولا يسرت الرادار؟ انت شفت طويل العمر الرادار يا طويل العمر. الله بالله دقيقه لبي. والله حتى المخرج يا اخي انا اذا ضحكت استانس. الله يجعلني. والله ينبسط. الله يجعلني. بس خلنا نضحك بعد شوي سوا. على خشم الرادار يا طويل العمر خلاص. دروس سالم بطل حركات يقولون. ها ابشرك الرادار دروس سلطان فهم لعبتهم. وش مهملهم؟ دروس سلطان فهم لعبتهم. وش لعبتهم؟ خلاص سلطان برا الحين. سلطان خلاص ما عاد يعاين الا المليون باذن الله ان شاء الله. وش احرق روحي عشانهم ليه؟ اذا قالوا انت مخطي قلتي، اذا قالوا انت تسوي كذا قلتي. الناس فاهمين عارفين سلطان ما عاد يحتاج يبرر لهم. يا سلام. خلاص والله يا ابو ثقل والله نعم. استاهل. في قرار نزل للشباب كلهم، قالوا سياره الاسعاف راح تكون متواجده على المسرح.
في حال احد انصدم ما فاز في الجائزه على طول دايركت بيدخلونه في الاسعاف. هذا القرار نزل الداري سياره اسعاف. سياره اسعاف داري من عشانه. ها داري من عشانه سياره ايه؟ عشاني لا. صل عرسل بشكل عام. لا والله يا أخي يمكن فيصل حازم يمكنها يا أخي داعم من 100,000 ما تدري. يمكن الرجال قال يا ولد هذا شيك أنا بحط 100,000 يمكن يدخل سيارة إسعاف. أنا بحط 10,000 هذا بحط 10,000 والله ما يصير أطيب منه. هذا يمكن يدخل أي. فالمفروض ترى المفروض في المسابقات يحطون سيارة إسعاف بحيث أحد ما يجي خفقان ينخفض معه الضغط. شفت اخ على طول اخ ينتفع معه الضغط. عبد الواحد ترى عبد الواحد ترى من النوع شفت عبد الواحد يزعل بس بدون يتكلم يطيح على طول. من هو ليه يذي نفسه عمره ما يبي بدون يذيك. فهمت علي؟ اذا طحت اطيح واقف واقف. نعم, نعم باذن الله عز وجل ما اطيح يعني كذا. يا سلامك اشكرك. طيب كيف كيف؟ بالله على جنب. والله والله عبد الواحد من الاسماء جميله. تفضل ندق عليه. طيب فباذن الله سيارة الإسعاف بتكون قريبة للمتسابقين في تتويج الجائزة. ممكن سيف لا قدر الله. لا سيف عنده السيارات ما شاء الله بتكفي الكلاسيكية على طول. ها طيب سلطان كلمة أخيرة. أقول الله يجعل ربي يوفقهم ويجعل ربي يسعدهم واللهم لك الحمد. أنا يحق لي أني أفاخر ويحق لي أني أقول أني باصلة وباخذ المليون لأن اللهم لك الحمد قربوني من الله بالدراهم اللي ما هي بشوي وقربوني من المراكز قبل لا أصل المليون. كيف ما تبيني أقول أني باخذ وباخذ وباخذ لكن كلها وش بعده؟ بعد المشيئة إن شاء الله. إن الله كتبها جيت ولا الله ما كتبها ما جيت. بيض الله فلذلك راضي. هل أنت راضي؟ نعم جدا بس أني أقول إن شاء الله أنا من نصيبي. يا سلام عليك تستاهل كل خير يا أبو ثقل. جعل ربي يوفقك. شكرا لسيف آل سالم وفيصل الحازب. لو تطلع لنا وراء الشجر وراك ما ندري من اللي وين انت فين. اي انا شجر انا شجر انا شجر. طيب الف مبروك. عطنا الدقات الاخطبوط. تعال استاذ سلطان افرح معنا سويا. افرح احنا نلعب. هيا الف مبروك للي فاز معنا اليوم. والشباب ترى الشباب كلهم قيموا. بقولها بعد النتيجة. لك يا ألف نقطة من نصيبك يا من عبد الواحد منتهي منتهي سناحب منتهي منتهي. ألف مبروك لك يا ابن عراج. عبد الواحد تستاهل. ألف ألف مبروك. فازوا الشباب. الشباب كل الشباب اللي قيموا فريق طبخة اللي هي عبد الواحد وريان. وكانت الأكل كانت تقييم ذواقة. والله يعطيهم ألف عافية وبيض الله وجيهم على كل حال. وحسمنا الدرجات وشكرا للإعداد. الإعداد قيم 10/10 وتقييم الشباب كلهم اللي حضروا كان لعبد الواحد العريج. ذاقوا الطبخة وعرفوا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله عز وجل نشوفكم بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلقت على اعطيك بوسه شوف بجيك.